اعزائي مشاهدي يلا الكوره في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ذا ماسك. منورنا النهارده وضيفنا النهارده كابتن مسعد عوض، حارس نادي الاهلي السابق واللي كان معار من نادي الجونه واللي كان ليه بصمه كبيره جدا في صعود نادي الجونه للدوري الممتاز السنه اللي فاتت. تشرفنا منورنا مسعد. حبيبي عبد، ربنا يخليك، انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده وان شاء الله تكون حلقه كويسه تعجب الناس. ايه الاخبار؟ كله كويس الحمد لله والله. ايه الدنيا بقى السنه اللي فاتت؟ مسعد عوض مره واحده في ايسترن كومباني كان في غزل المحله وبعدين الامور ما مشيتش، والجونه ثلاث انتقالات كده في سنه واحده، احكي لنا ايه اللي حصل. والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا غزل المحله لما رحت كان بابا فاسيليو وكان كابتن عباي، رحت معاهم كلموني بما انه كنت موجود معاهم في فتره وادي دجله، وقعدنا واتكلمنا وتبقى موجود معانا في النادي وكده. طبعا نادي المحله اسم كبير واي حد يتمنى يلعب في غزل المحله، بس فنزلت واتمرنت معهم، عملت كشف الطبي الحمد لله والامور كلها تمام، واختلفنا في الاخر عن المقابل المادي ومده العقد. بس فلضيق الوقت ما كانش فيه وقت خالص، كان فاضل تقريبا يومين او ثلاثه على قفل القيد، فما كانش فيه فرصه تانية غير ان انا اتضم لايسترن كومباني مع الكابتن هشام زكريا ومضيت وكنت موجود معهم. بعد كده الجون، بعد كده رحت في يناير انتقلت لنادي الجونه وحققت معهم الصعود والحمد لله. يعني ايه اللي حصل في الجونه بقى؟ انت رحت كانوا هم في المركز الكام وبصمتك معهم كانت عامله ازاي؟ والله انا رحت للجونه كانوا هم في المركز الثالث، كان فرق بينه وبين الاول فين 7 نقط تقريبا، فالحمد لله لعبت معهم 12 13 ماتش في الحدود دي تقريبا. الحمد لله عملت ماتشات كويسه معاهم، كنت سبب رئيسي في صعود الفرقه، وده مش كلام، انا الحمد لله بشهادة الناس كلها، وده اللي كان واضح مع في الماتشات اللي لعبتها. عملت 7 كلين شيت مع الفرقه، دخلش فيها اجوان كتير تقريبا في ال 12 او 11 ماتش، يعني عدد اجوان بسيطه ممكن 3 4 اجوان على ما اتذكر يعني. بس فلكن كانت حاجة كويسة وبصمة كويسة في النادي، والحمد لله حققت الهدف اللي كان مطلوب مني لما انا انضمت لهم في واحد، والفرقة دي موجودة في الممتاز السنة دي ان شاء الله. الفترة اللي فاتت دي كلها انت عملت اللي عليك فيها ولا قصرت في حق نفسك؟ بالنسبة لإيه بالظبط؟ لكل يعني حاجة. السنة الأخيرة دي من حياة مسعد عوض في الكورة. والله مش هضحك عليك يا عبد، أنا فعلا قصرت في حق نفسي في حاجات كتير، ممكن اختيارات غلط ما كنتش واخد وقتي فيها في التفكير، ممكن اكون بصيت لحاجه معينه هي اللي اثرت، يعني ما اخترتش الاختيار الصح اللي هو اللي انا ازاي اقدر استفاد من الفتره اللي انا اخرج فيها دي، او ان انا ازاي ابني لنفسي رصيد، اعمل نفس الرصيد، اطور من نفسي في الفتره دي علشان ابقى للاحسن، اطور نفسي للاحسن. وده طبيعي، الواحد لما بيضل انت تطلع على اعاره او تطلع لمكان تاني عشان فرصتك في المكان الاولاني مش متاحه ان انت تعمل كل اللي انت عايزه او تحقق اللي انت حاطه ليك كمستقبل ليك او التارجت ليك اللي انت توصل ليه. فقصرت في حق نفسي، مش هقول لك لا، مش حد ما بيقصرش في حق نفسه، ولحد دلوقتي انا بعاني من القصه دي، فهي بتبقى سوء اختيارات في الوقت ده، وما يا عالم الظروف بقى هتساعدك ما تساعدكش، بتختلف في النقطه دي. بس عايز اطلع منك بقى من الفتره الصعبه دي ونخش على فتره افضل شويه، افضل حارس في امم افريقيا للشباب. السيت كله والاضواء كلها رايحه لمسعد عوض، النادي الاهلي عايز مسعد عوض وانت كنت في الاسماعيلي، كواليس بقى المفاوضات والانضمام، وانا عارف ان فيها قصص كتير وهتحكيها معانا النهارده لاول مره. والله بص، طبعا ده كان حلم بالنسبه لي انا ولوالدي، طبعا كان والدي كان دايما كلامه معايا كان نفسه اللي هو يشوفني حاجه كويسه، ان انا اوصل العب في اهلي وان انا ابقى يعني احقق حاجه اللي هو شيء هو عايزني اوصل للنقطه دي. فالحمد لله انا تعبت في الفتره دي، مش انا بس يعني، احنا الجيل بتاعنا كله اتجمعنا بدري جدا. هنجيلا الجزئيه بتاعت الجيل ده، انا عايز بقى قصه الاهلي. قصه الاهلي، انا كنت في الاسماعيلي طبعا من ناشئين النادي الاسماعيلي، قعدت 8 او 9 سنين في النادي الاسماعيلي من ناشئين النادي من مدرسه الكوره لحد الحمد لله الفريق الاول. كنت بلعب في فرقتي وكنت بلعب في فرقه اكبر من سني بسنه وباتنين. الفترة دي انتقلت الاهلي بعد بطولة افريقيا، كان في كلام قبل في التصفيات وهي شغالة ووقفت،
عشان النادي الاسماعيلي انت عارف الانتقالات من ان انت هتنتقل من الاسماعيلي للاهلي بتبقى الدنيا صعبه دي مكهربة والدنيا مشدوده مش احسن حاجه. بس فالكواليس في النادي طبعا انا ما كنتش عامل العقد محترف, كنت هاوي. وكلموني بعد البطوله, كلمني الكابتن طارق سليمان, كابتن مجدي طلبه ساعتها كان مدير التعاقدات, وكان الكابتن هادي خشبه موجود برضه في النادي, وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ برضه كان موجود مدير كوره. فكلموني, كان في اتصال منهم وبيعرضوا على الفكره اللي انا حابب تبقى موجود معانا او لا. فطبعا يعني النادي الاهلي يعني مش انا اللي اتكلم عن النادي الاهلي, وانا اللي اقول يعني النادي الاهلي ده ايه بالنسبه لاي حد. والنادي الاسماعيلي برضه ده ما يقلش النادي الاسماعيلي, الاسماعيلي اسم كبير جدا جدا جدا, واي حد يتمنى يلعب في النادي الاسماعيلي طبعا. بس في كواليس داخليه من في النادي, من الاداره وفي الجهاز اللي هم ما كانوش حابين ان انا ابقى موجود. فليه السبب في الاسماعيلي؟ في الاسماعيلي يعني حتى لما احسن حارس في امم افريقيا ازاي؟ لما خلصت البطوله رجعت على النادي, يعني انا حتى الاهلي وكلموني قلت لهم يا جماعه انا موجود في النادي الاسماعيلي, لو حد لو انتوا محتاجيني زي ما انتوا بتقولوا او كده او حابين ابقى موجود يبقى عن طريق النادي. وانت مش عامل عقد مع الاسماعيلي؟ وانا مش عامل عقد مع الاسماعيلي, يعني خلاص لعيب اللي هو خلاص انا اللي هو مرحله الناشئين بتخلص 18 سنة او 20 سنه على ما اتذكر يعني. فانا قلت لهم لو انتوا عايزيني النادي موجود. والله الكلام ده حصل بالظبط. ففي حد في الجهاز انا مش حابب اذكر اسمه. لا مين؟ ما خلاص لا بقى ده تاريخ. معلش مش حابب اذكر اسمه خلاص يعني. هو طلع قال لك هو مش موجود معايا, واكيد الناس عارفه يعني وتتذكر الموضوع بالظبط, اللي هو رقم 5 عندي, اللي انا ترتيبي رقم 5 عنده في الحراس. كان مين موجود؟ كان في كابتن صبحي, كابتن صبحي على ما اعتقد وكان في عواد ومحمود شكري وجون اسمه محمد طلبه بيلعب في القناه دلوقتي, جون كويس قوي على فكره برضه. بس وكان في محمد مجدي اللي هو موجود في الداخليه دلوقتي كان من الناشئين. يعني مسعد عوض راجع من البطوله مكسر الدنيا, ترتيبه يبقى رقم 5. والله الكلام ده انا مش بقول اي كلام وخلاص, الكلام ده حصل فعلا. فخلاص انت لما حد في الجهاز كان مدرب الحراس يعني عشان ما نروحش لبعيد يعني, فقال لك لا هو رقم 5 عندي وانا مش محتاجه. وطالع راجل بيقول هو مش بينكر خير النادي, وانا لا اصلا ما جبت سيره النادي في حاجه. انا لو نكرت خير النادي الاسماعيلي عليا ما كنتش قلت للنادي الاهلي خلاص, وما كانوش دفعوا 1,250,000 تقريبا او 1.5 مليون. كان مبلغ كبير, كبير جدا, مبلغ كبير جدا يعني. حتى كنت طالب في الاسماعيلي ان اعمل عقد, قلت لهم عايز 500,000 جنيه. يا 500,000 جنيه ده كان مبلغ كبير والله كبير جدا يعني. حتى كابتن كريم طلع اتكلم في النقطه, قال لك ده كتير جدا المبلغ 500,000 جنيه. هو فعلا كان مبلغ كبير في الفتره دي من وجهه نظرهم. بس ف مدرب الحراس بيقول كده, فخلاص يعني انا رقم 5 عندك. ايوه النادي الاهلي خلص ازاي؟ النادي الاهلي مسعد ما كانش هيمشي من الاسماعيلي, النادي الاهلي بقى دخل خلص ازاي؟ انا ساعتها الفتره دي كان في كذا عرض برده, ما كانش الاهلي بس, كان في الزمالك برده, كان في سموحه, وكان في وادي دجله, وكان في ليرز, كان مستر ماجد برده, كان في كلام مع الوكيل بتاعه اللي هو راح ل كان جالك معايشه في نابولي تقريبا, وكان في نابولي كان في وكيله من ايطاليا واحده مش واحد. فكان جاب عرض ليا انا ورامي ربيعه وصالح جمعه في نابولي, في نابولي واحمد رفعت على ما اعتقد عشان ما تخنش الذاكره يعني. بس فكنا اختيارك بقى كان الاهلي. هو اختياري طبعا كان الاهلي, بس انا مش حوار اللي هو فتره المعايشه ده يعني في تفاصيل انا ما عرفتش بعدها يعني, ما عرفتش ساعتها ايه اللي حصل, اللي هو الموضوع وقف لحد ايه. بس حوار الاهلي جه وانا في كاس العالم, سافرت لكاس العالم في تركيا. فالموضوع تم وانا هناك يعني, هم حتى الوكيل كان خلص مع النادي وكده, فالنادي اللي اسمه قال لك اللي هيدفع اكتر هو اللي هيرس يعني, قال لك هنعمل مزاد يعني. كان الحاج محمد ابو السعود ربنا يرحمه ورب ويحسن اليه, من الشخصيات المحترمه برضه يعني عشان نقول اللي لينا يعني. فقال لك اللي هيدفع اكتر هو اللي هياخد مسعد وبتاع. فالكلام ده طبعا مش الجماهير ساعتها قالت مسعد مش هيمشي وجودك عند البيت, وكانت قصه كبيره ساعتها. كانت قصه طبعا, وكانت مشكله. انت عارف لما لعيب مثلا وكمان قصه صغير, لاعب ناشئ من النادي ومتربي في النادي وتعمل بطوله زي كده وتيجي في الاخر يحصل الكواليس دي كلها, فالامور بتصعب اكتر. وفي نفس الوقت زي ما قلت هو مدرب الحراس قال لك كده, فخلاص اللي هو انت قفلت بقى خلاص. خلاص ما انت حياتك بتقول الكلام ده خلاص, هي وجهه نظرك, فانا مش هقعد غصب عن يعني. فخلاص رحت بقى الاهلي. انت طبيعي عايز تبني على البطوله اللي انت عملتها,
فرايح الاهلي عايز تلعب. طب مين موجود في الاهلي؟ شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، شريف اكرامي واحمد عادل وابو السعود قعد فتره وكان خلاص ماشي يعني، كان له ماشي وانا ابقى موجود. حسبتها ازاي بقى تروح تلعب على الناس دي ازاي وانت لسه صغير والناس دي عامله رصيد في النادي والناس دي لعبت وجابت بطولات؟ انت كنت رايح وعارف ان انت هتلعب ولا المنافسه كنت شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ بص والله عبد الله على حاجه، ومفيش حد بيروح مكان ويضمن ان انت في المكان ده هتبقى رقم واحد او هتبقى رقم اتنين، لا انت بتروح زيك زي الناس اللي موجوده. بيبقى في رصيد لك في المكان ده، عارف ان انت رايح على ناس انت لسه صغير كان عندك 20 سنه ساعتها، راح على اسامي كبيره ناس عامله بطولات، وكان كابتن شريف اكرامي ساعتها كان رقم واحد في مصر وكان جم منتخب مصر محقق بطولات في مع النادي. الموضوع مش قصه اللي انت رايح هتلعب او مش هتلعب والكلام ده كله، هي القصه كلها انت رايح مكان كبير بحجم النادي الاهلي، ليك طموح طبعا، عايز انت تبقى يعني هو كاسم النادي الاهلي لوحده ده كفايه يعني، انت تروح النادي الاهلي ده حاجه كبيره طبعا. اللي انت بقى تلعب او ما تلعبش دي بتاعتك انت وبتعبك ومجهودك وبشغلك وفرصتك لما تجيلك، هل هتستغلها ولا مش هتستغلها. انا يعني الحمد لله انا لما لعبت حتى في النادي الظروف كانت صعبه شويه، ليه؟ كان تجديد في الفرقه، كانت في تقريبا 10 او 12 لعيب، منهم من اللي اعتزل ومنهم اللي مشي وجابوا لعيبه جديده، على بقى فتره اللي انت جاي نادي اهلي نادي كبير طبعا مع الضغط والكلام ده كله انت تنسجم بسرعه دي صعبه شويه، خصوصا لما يبقى الفرقه يعني من 11 لعيب تلاقي مثلا 7 لعيبه او 6 لعيبه نص الفرقه جديده، فالموضوع بياخد وقت عشان الانسجام بين اللعيبه والظروف تساعدك ولا لا على الفرقه المنافسه والكلام ده كله. فالموضوع كان يعني بالنسبه لي انا كان صعب شويه كمسعد، الناس كانت شايفين لي راجع من البطوله حاجه مستقبل ومستوى عالي والكلام ده كله، ولما لعبت حتى كنت لعب بعد فتره طويله، كنت قاعد بقالك سنه كنت قاعد تقريبا سنه وحاجه او سنه يعني كنت سنه لما لعبت المستوى ما كانش افضل حاجه ساعتها، ده اللي خلى الناس والله بس شوية. الفكره مش كده انا يعني لما لعبت يعني انا شايف بالنسبه للفتره اللي انا كنت قاعدها وانت تلعب ماتشات كبيره بالاسم ده وبالمجهود ده مع الفرقه الثانيه، انا لعب سموحه كان اول ماتش ليا سموحه الحمد لله مستوى كويس، كسبنا ماتش لعبت حرس الحدود في الاهلي وزمالك، لعبت اهلي وزمالك، لعبت اهلي ومصري، ده كان ماتش بعد المسبحه على طول، كان الماتش ده الامور صعبه بطريقه التي محدش يتخيلها يعني، الدنيا مشدوده بطريقه. لعبتوا في الجونه؟ لعبناه في الجونه الماتش ده، ولعبت الجونه في الجونه يعني، الماتش ده بالذات كان صعب شويه بتفاصيله بالموقف اللي كان حصل قبل كده، الشيء اللي احنا عارفينه، فكان له ظروف خاصه وكان له تركيز خاص وضغط تاني خالص بعيد، حتى بعيد عن الاهلي والزمالك كمان. انا عايز اكلمك بقى على الاهلي والزمالك بالاخص ان ده اكيد ده ظروف لوحده، بس عايز بقى اول يوم وانت داخل اوضه اللبس في الاهلي مين اللي استقبلك؟ لا استقبلني والله اللعيبه الكبيره كلها يعني، كان كابتن شريف اكرامي طبعا هو اول واحد قابلته في وشي. اكيد بيبقى ليهم موقف مع اللعيبه الجديده كده بيخشوا مدخلينك في المود بسرعه فبينكسوك. لا والله خالص يعني انا اصلا ما بروح مكان بطبيعتي او كده، ما بحبش يعني، انا ببقى ما في اكيد طبيعي راح مكان مش عارف حد فيه كتير، ما كانش فيه غير تريزيجيه ورامي هم اللي كانوا عشان كانوا معاه في المنتخب، وكان عمر بسام تقريبا بس، فهم كان يعني اقرب ناس ليا في الفرقه. بعد كده تاقلمت بقى خدت مع الفرقه، كان كابتن ابو تريكه كان حظي حلو الحمد لله انا لحقته فتره بس مش طويله قوي، بس طبعا عايز موقف ليك مع ابو تريكه اكيد في السنه دي في موقف حصل. لا والله يعني هم ما تذكرش يعني كان في موقف يعني جابش في جون في التقسيمه، لا بيجيب جون في اي حد يعني كابتن وكده بيجيب جون في اي حد، واي حد يتمنى يعني كابتن بترجيب في جون. وطبعا كابتن الجمعه كابتن عصام غالي وعاشور وشريف عفضيل، كابتن عصام عاشور كابتن شريف عفضيل كابتن شريف عفضيل مرات طبعا في الاسماعيلي من ورا الصغير، كابتن عبد الله السعيد برضه كابتن وليد سليمان كابتن نجيب عشان ما انساش حد، كنت يعني رايح كابتن بركات. كنت رايح انت واحمد خيري ولا انت بس ساعتها؟ لا انا رحت قبل كابتن خيري رحت قبل كابتن خيري بشويه، وبعد كده هو كان خلص بقى عقده تقريبا في النادي او حاجه زي كده، وكنت سلمت من بركات ولا نكش؟ انا برضه ما لحقتوش كتير بس هو كان يعني ها شويه يعني لحقني لحقته شويه حاجه بسيطه برضه، ساعتها كان بطل كابتن سيد معوض برضه كابتن احمد فتحي يعني انا فرقه كبيره جدا طبعاً جدا أنا جدا طبعا كنت محظوظ والله العظيم يعني، حتى لما زمايلي بيكلموني او
بروح اي نادي هنا وتيجي سيره الاهلي بتاع انت لعبت اقول لهم انا حضرت كذا وكذا فاسامي كبيره طبعا وتاريخ هو يعني تاريخ انت بتتكلم في تاريخ حتى لو انت ما عدتش معاهم فتره طويله بس انت كونك اللي انت صوره الناس دي في المكان ده حاجه تتحسب اهلي طبعاً. وزمالك بقى انت مره واحده كنت بعيد دخلت اهلي وزمالك الاجواء بقى بالنسبه لك كانت عامله ازاي وانت هتلعب الماتش انت واخد على الماتشات الكبيره مع المنتخب وانت هتلعب الماتش كنت بتفكر في ايه الضغوط الجماهيريه ما طبعا السوشيال ميديا كانتش زي دلوقتي بس اكيد كان بيوصلك رد فعل الناس الماتش ده اصلا انا مش هلعب يعني الماتش ده مش هلعبه خالص اللي كان يلعب كان كابتن شريف كريم انا كنت احتياطي فجي موقف تعب بنته لما لو حد الناس تتذكر يعني موقف بنته وكده فجاله مكالمه اللي هو لازم يسافر ببنته يوم الماتش او قبل الماتش بيوم على ما اتذكر يعني فما كانش فل انا يعني موجود وانا لعبت قبل كده وماتش يعني حتى الناس لما تعاملنا عادي اه هو ماتش له اهميه طبعا وكمان خصوصا كنا الزمالك كان الاول الفتره دي وكنا بنحاول ان احنا يعني نقرب شويه المسافات عشان ننافس على البطوله وكده فالماتش ده والله انا مش واحد واحد اه مش يعني مش غرور او حاجه بس هو كان ماتش يعني اتعاملنا معاه زي ماتش يعني هو في الاول وفي الاخر اه هو ماتش كاسم وكتاريخ وكان له طباع تاني خالص وله اهميه من وجهه نظر الجماهير وكان ماتش جماهيري خالص بس هو في الاول وفي الاخر هو ماتش زيه زي اي ماتش فاتعاملت عادي جدا خالص يعني حتى الجون ما كنتش موفق فيه بس الحمد لله يعني هي دي الكوره وكان حتى في النادي الناس المدربين والجهاز وكابتن طارق اتعاملنا عادي جدا خالص الماتش في التمرين حتى ما كانش فيه اعداد خاصه لو مثلا الماتش لازم تراجع لا هو كده كان التركيز كان موجود الحمد لله بالنسبه للماتش برده يعني هو بس لولا خطا الجون ده انما أن الحمد لله مجمل الماتش او مجمل الماتشات عامه اللي انا لعبتها مع النادي ما كانتش وحشه على الفتره اللي انا كنت قاعدها ورجعت العب وكمان كتكوين الفرقه اللي هو انسجام الفرقه لا دم جديد داخل الفرقه اه وكمان كان الفتره دي كان مع جريدو كان كل ماتش ابص الاقي مثلا خمس ست لعيبه او ثلاث اربع لعيبه مختلفين والله في التشكيل والاقي مثلا الناس ما بتلعبش في اماكنها في اماكن تانية مثلا الاقي واحد فندر اللي بيلعب باك ليفت كانت شيء يقف فاضي ساعتها كان مساك ما اعرفش يلعبوا باك ليفت تقريبا حاجه زي كده انا متذكر شريف حازم لعب باك ليفت وشريف حازم باك رايت يعني حاجات غريبه الظروف نفسها ما ساعدتنيش يعني اعتقد لو كان في الفتره دي لو كان في استقرار في الفرقه وفي التشكيله كانت هتفرق معايا جامد جدا يعني جدا جدا كمان قبل ما اسالك بقى عن اسباب رحيلك عن الاهلي عايز اسالك ايه اغرب موقف بالنسبه لك جوه النادي الاهلي موقف ده ما تنساهوش خالص اغرب موقف ما انساهوش في النادي الاهلي سواء مقالب سواء موقف جد سواء حد شد ودنك سواء حد كان بيهزر معاك انا والله بص يعني انا اصعب موقف مش هقدر انساه اليوم اللي انا مشيت فيه من النادي وانا باخد حاجتي وسلام على زمايلي وانا ماشي يعني بس يعني دي سنه الحياه يعني بس هو ده اصعب موقف وبرده لما كنا بنخسر بطوله دي كان الموضوع بيبقى صعب جدا كونفدرالية وخدت قبل كده معهم سوبر افريقي ست بطولات في النادي الاهلي او سبع بطولات تقريبا يعني مش عارف كام دوري وسوبر افريقي وسوبر مصري برضو فالحمد لله انا النادي الاهلي هو نادي معروف بكده بطولات يعني مش حد لعب في النادي الاهلي ما خدش بطولات خالص حتى لفتره قليله يعني ايه اسباب رحيلك وازاي تلقيت الخبر وهل كنت عارف من قبلها ان انت ماشي لا انا ما القصه كلها اللي انا مشيت لما لقيت بعد ما رجعت من البطوله مع المنتخب مش لاقي افريقيا بقى بعدها بتاعت البطوله المجمعه للاولمبياد ما كانش في نصيب طلعتوا منها ما صعدناش وكده ورجعت جابوا الشناوي وكان موجود بقى كابتن شريف وشناوي احمد عادل فخلاص يعني كان الامور بتصعب عليا فمش هينفع يعني خلاص في الوقت ده حسيت ان انا لازم اشوف يعني فرصه تانية وكده كلمني الحاج فرج عامر في سموحه ودي برضو الخطوه دي برضو دي اللي اخرتني قوي 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 لحد دلوقتي دي اللي بعاني منها لان انا لما رحت كنت رايح على حاجات تانية خالص ورحت ما لقيتش اي حاجه خالص من اللي كنت متفق عليها او اللي انا ابقى موجود ده الكلام ده من تاني يوم في فتره الاعداد يعني لقيت الراجل استراكه ده مع فجاه اللي انا بتمرن بره فبدون مبرر ما اعرفش يعني ايه لحد دلوقتي ما اعرفش ايه السبب اللي هو يعني انت يعني جالك من الاهلي يعني حتى لما مضيت ما كانش حد يعرف في الاهلي ان انا مضيت في سموحه يعني حتى كابتن طارق عرف كان ماتش الاهلي والزمالك
انت لعبته؟ لا لا ده بعد ماتش الاهلي والزمالك كان بتاع اجايل اللي جاب في الجون والله ما شاء الله على النبي ومؤمن تقريبا اجايل مؤمن. الماتش ده كنت اليوم ده كنت مضيت كان كلمني بعد الماتش على طول ساعتها عارف الكابتن حسام بدري والكابتن طارق وازاي عملت كده وازاي وما رجعتلناش ولو ما قعدناش ما اتكلمناش كان خلاص بقى اللي هو وديت اسمها من غير ما هم يعرفوا وعرفوا برضه وعرفوا وكلموني ساعتها وانا كنت لسه عقدي شغال في النادي وكانش لسه حد اتكلم معايا في مشيان او في اي حاجه بس فطبعا رحت سموحه مضيت 3 سنين بتاعه وحتى الكابتن طلع مكلمني والكابتن حسام فاللي هو لا خلاص انا مش يعني خلاص حابب ان انا اخد تجربه تانية انت جبت طب كنا هنتكلم في اعاره انا كابتن خلاص بقى كابتن الحمد لله 4 مواسم في النادي وبتاع واشوف بقى يعني فرصه في مكان تاني 4 سنين في الاهلي حسيت ان هم ضيعوا منك كتير في الكوره ولا الفتره دي انت راضي عنها ضيعوا مني في كتير في القعده كان لازم اللي انا ابص افكر بايجابيه شويه اللي انا النادي الاهلي اسم كبير وكل حاجه بس انا كنت حابب ان انا اكمل فتره اكبر من كده بس كان لازم افكر تفكير ايجابي بمعنى ان انا كان لازم يعني اول سنه ما فيش افكر ان اطلع العب وارجع تاني يعني اطلع اعاره وارجع تاني كان في اوقات فرق بتكلمني اعارات بس النادي ما كانش بيرضى بصراحه عشان ابقى صريح يعني ما كانش في ايد انا يعني مثلا في اعاره كابتن لا انت متقاد افريقيا وما فيش حد مش عارف وانت موجود واستنى الفرصه ومش استنى الفرصه والكلام ده كله بس انا عايز اسالك هنا سؤال بقى زعلت لما كان في شريف اكرامي ومصعد عوض واحمد عادل وراحوا يجيبوا الشناوي بص هي انا ما حسبتهاش كده هي يعني انا ما اعرفش هم وجهه نظرهم ايه طبعا هي حاجه اي حد موجود في مكان لما يجيبوا حد عليك في نفس المكان تبقى انت بتزعل شويه وبتضايق بس مش الزعل اللي هو زعلان من زميلك اللي جاي مش زعل سلبي اللي هو زعل طبيعي اللي انت مكانك انت فرصتك بقى انت عايز تقرب فهي انت فبتبعد عنك فخلاص طبيعي اللي انت تزعل وتضايق وده طبيعي بيحصل في اي كان الشناوي ساعتها ترتيبه رقم 3 حتى كان يعني السنه دي قعدت معاهم سنه كمان يعني كنا احنا الاربعه قعدت معاهم موسم ده كان اخر موسم لما انا مشيت كان الشناوي في ماتش بيطلع معاه في المدرج يعني ماتش السوبر بتاع الزمالك اللي خسرناه في الامارات ده كان الشناوي قاعد معايا في المدرج قاعد جنبي في المدرج كان شريف واحمد عادل بس فخلاص يعني هي دي سنه الحياه دي من ضمن الاسباب اللي خليتك تمشي خلاص ما انا بقول لك انت دلوقتي مثلا كنت تالت او لعبت فتره وما كانش فيه نصيب او الناس مع ضغط الجمهور وكمان خسرنا بطوله في الفتره دي اللي هي بطوله الدوري طب ازاي ده يلعب ازاي لا ده وحش ما انت عارف برضو الناس لما بتتكلم او كده بقى في ضغط فخلاص هو بيرجع يبص للاعيب الكبير يقول لك لا هو يستحمل هو بالعكس انا شايف اللي هو طبيعي اللي انا هلعب واغلط طبيعي اللي انا هلعب وابقى كويس طبيعي اللي انا هلعب وابقى وحش اتظلمت في فتره الاهلي دي ما لا اتظلمت مش اتظلمت ما انا بقول لك انا لو كان في استقرار في التشكيل في الفتره دي او في اللعيبه نفسها وكده لا كانت هتفرق معايا جامد طبعا كنت هتلعب طبعا هتفرق معايا جامد انا كنت لسه صغير وعندي 20 سنه 21 سنه واللي انت تلعب 10 ماتشات ولا 11 ماتش في النادي الاهلي ده حاجه كبيره طبعا معلش انت شايف دلوقتي مصطفى شوبير ما شاء الله يعني جون كبير جون كويس لعب كام ماتش ما شاء الله نشوف دلوقتي عامل ازاي بس المجموعه اللي كانت موجوده معاه عامله ازاي المجموعه اللي موجوده دلوقتي كانت عامله ازاي انا اللي انا بقوله ده مش بيقلل من الناس اللي كانت موجوده لا النادي الاهلي ما بيجيبش اي لعيب وخلاص بس هي الفكره في الاستقرار نفسه في الفتره دي هي دي اللي اثرت معايا شويه لو رجع بيك الزمن تاني كنت هتروح النادي الاهلي طبعا اروح النادي الاهلي كنت اروح النادي الاهلي طبعا من غير تفكير يعني مش محتاجه تفكير خالص يعني النادي الاهلي زي ما قلت لك يعني اي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي فوتت ماتش الاهلي برضه يعني في حاجات كده يعني مواقف بتضايق ما انت لعبت وبسيطها لصلاح محسن وحطها على طول طب انا هل يعني ده كلام طبيعي ان انا مثلا هلعب في مكان او هضر نفسي او هضر اكل عيشي علشان خاطر هستفاد ايه طيب انا بسالك ما انا عارف. ماشي ما انا برد عليه انا هستفاد ايه دلوقتي لو انا بصيت الكره اللي واحد يجيب جون فيها انا استفدت ايه وانت مش ساعتها اتقطعت على السوشيال ميديا اتقطعت ماشي الناس قطعت فيا ما هو ايه الجديد وقالوا ايه ساعتها ما قال لك ان انا بصيت له الكوره ايه الجديد طب على كده بقى كل واحد بيغلط بيبص الكوره اشوف الماتشات بس انت بتلعب برجلك كويس هو سوء توفيق يا جماعه وانا معلش وانا عايز ابقى وحش هل طبيعي ان انا بلعب في مكان عايز افشل في المكان ده لا
انا هستفاد ايه لما افوت مثلا جون او انا اجيب جون في نفسي؟ انا هستفاد هل مثلا النادي الاهلي هرجعني تاني او ايا كان انا بلعب في المكان اللي انا بلعب فيه لما اغلط غلط زي كده لو انا متعمد هل هلعب في المكان ده او انا هروح في المكان ده؟ لا اكيد انت ماتش الاهلي ده بتبقى مستني من الثالث سنه عشان تطلع احسن معنا. بس انت قلت لما انا لما طبيعي بتمشي من مكان تاني انت عايز تثبت مش للمكان ده بس لا للناس كلها بل المكان ده بيبقى له اهميه خاصه عندك شويه عشان انت حاسس ان انت لا انا كنت المفروض ابقى موجود فانا عايز اثبت للناس ده لا بالذات في الماتش ده ده التفكير اللي هو انا بالذات الماتش ده انا شايفه تحدي خاص خالص بيها بغير الماتشات التانية. تلحقت امام في حرس الحدود؟ امام انا اللي مربيه امام من عندي اصلا. اهلاوي ولا زملكاوي امام؟ لا انا مش هتكلم في القصه دي معلش مش انت اللي مربيه؟ انا اللي مربيه طبعا بس انا مش عايز اتكلم في القصه دي معلش يعني. ايه رايك في الموقف في انتقاله من الزمالك لميتلاند على النادي الاهلي وانت بتقول انت اللي مربيه فانت اكتر واحد عارف دماغ امام فيعني تقييمك او تعليقك على الموقف كله اللي حصل؟ يا بص هو احنا دلوقتي احنا في احتراف يعني هو هو له وجهه نظر مختلفه هو حسبها من وجهه نظره هو انا دلوقتي الناس الطبيعي الناس هتهاجمك او الناس هتقول ده سابنا دخلنا كل واحد بيبص من وجهه نظره هو له ظروف خاصه له وجهه نظر خاصه انا محدش هيقدر في الاول وفي الاخر هو ده مستقبله هو اللي بيحدده بايده سواء انا هلعب هنا او مش هلعب هنا ده خاص له هو وجهه نظره هو اللي شايف مستقبله هو اللي بيخطط لمستقبله سواء غلط او صح من وجهه نظر الناس برضو هي وجهه نظره هو كل واحد بيختار مستقبله بيختار حياته زي من وجهه نظره هو دي وجهه نظره اللي هو رايح كده خلاص وربنا يكرمه واتمنى له كل التوفيق طبعا امام يقدر يلعب في النادي الاهلي طبعا يلعب في اي حته امام لعيب كبير جدا 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 ولو ركز في الملعب بس ركز امام ركز في الملعب بس هيعمل لنفسه تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر يقدر مع النادي الاهلي يركز في الملعب بس طبعا هو مش في النادي الاهلي مش هيقدر يركز في اي حاجه غير مع النادي الاهلي يعني انا بقول له نصيحه ليه هو لا يعني ركز في مع النادي ركز في مستقبلك ركز كامام ركز ككوره بس اهلاوي ولا زملكاوي ما جاوبتنيش لا انا ما اقدرش اقول لك اهلاوي بس غنى للثالثه شمال مش مشكله كله بيغني كله بيغني انت كنت موجود في الاهلي لما مؤمن زكريا كان في الزمالك وجه الاهلي كنتوا عارفين ربنا يشفيه يا رب طبعا مؤمن ربنا يشفيه يا رب ويرجع احسن من اول ان شاء الله مؤمن شخصيه جميله جدا جدا على المستوى الشخصي محترم جدا والله العظيم طبعا مؤمن انسان يعني كبير انسان جميل جدا بعيد عن اي حاجه خالص هو شخصيه جميله واي حد يحبه والله واتمنى ان شاء الله ربنا يشفيه يا رب كنتوا عارفين جوه النادي ان مؤمن جاي؟ طبعا ده كان الموضوع ده كان قبليها بيوم عنده ماتش مع دمنهور في دمنهور لما جاب الجون احنا اتفاجئنا بيه في التمرين بصراحه انا عن نفسي اتفاجئت بيه في التمرين انا كنتش احنا بنتمرن حتى ما جاش واحنا قبلت لا ده احنا كنا في الملعب بنتمرن والاعلان داخل الملعب فدي طبعا كانت مفاجاه طبعا مفاجاه طبعا انت بتقول لي لعب ماتش قبلها بيوم تاني يوم كان معانا فطبعا مفاجاه كبيره طبعا وطبعا جه مؤمن اضافه كبيره طبعا لعيب كبير جدا الدنيا وكان حظه حلو قوي في ماتشات اهلي والزمالك يعني ما جاوبتنيش على سؤال امام بس ماشي هنعديها حسام غالي بالنسبه لك ايه؟ لا بس كابتن حسام غالي طبعا انا بحبه على المستوى الشخصي بطريقه كبيره جدا مش هو بس يعني كل الناس اللي حضرتهم هو كابتن حسام غالي طبعا شخصيه عظيمه راجل بره الملعب وجوه الملعب مختلف تماما بره الملعب يعني تحب تقعد معاه وتتكلم وتضحك يعني عكس ما الناس شايفه اللي هو متنشن طول الوقت لا خالص والله هو بس بيتنشن في الملعب لان الراجل عارف قيمه المكان عايز يكسب بس هو اي حد بيلعب في الاهلي عايز يكسب بس انتوا الموسم اللي كنتوا فيه مع جريدو كان موسم صعب جدا خسرتوا دوري وكاس وطلعتوا من افريقيا حسام غالي كان بيتعامل معاكوا ازاي بقى في الفتره دي ان انتوا كنتوا جيل جديد ولاعيبه جديده لسه داخله وهو من اللعيبه الكبيره وهو اللي في وش المدفع دايما هو ومتعب وجمعه والناس دي كلها والنجوم دي كلها كان بيتعامل معاك ازاي او مع اللعيبه الجديده ازاي انا اقول على حاجه اول مره والله دي تحصل قدامي يعني قبل ماتش السوبر اللي احنا كسبناه 3-2 بتاع رمضان لما وقف على الكوره وكده انا اول مره في حياتي مش انا بس يعني حتى كلنا اللعيبه واحنا في الاجتماع بعد المحاضره قبل ما نطلع على الاستاد اول مره في حياتي اشوف كابتن حسام غالي بيدمع في حياتي يعني الموقف اصلا نفسه اللي هو احنا مضغوطين عمال يقول لنا للعيبه كلها من الصغار للكبير
اعملوا بص اعملوا اللي عليكم سيبوا بقى انا هستحمل اي حاجه. والله العظيم الكلام ده حصل. كابتن حسام غالي دمع وهو في الاوضه واحنا عارفين كل بينا كلنا نبص لبعض كده اللي هو يعني لا يعني احنا هنقوم على الماتش عايزين ماتش دلوقتي حتى اللي بره اللي زي اللي جوه كله عايز يلعب. والله العظيم الكلام ده حصل فعلا انا بقول الكلام ده والكابتن حسام يعني لو شاف الكلام ده هيعرف واي حد من اللعيبه اللي كانت موجوده عارف الكلام ده كويس عارف انا بقول ايه يعني اول كلنا بمواضيع حفزتكم طبعا انت متخيل يعني حد يعني حجم حسام غالي اللي هو يوصل انت متخيل كميه الضغط اللي هو فيها او المسؤوليه اللي هو شايلها عن الناس كلها لا الموضوع صعب طبعا يعني كانت مفاجاه لنا كلنا وكل واحد يعني وصل له احساس يعني احساس مختلف خالص اللي انت اللي وصل حد بالشخصيه دي وبالاسم ده وبالرصيد ده كله اللي هو يوصل لكده اللي هو يعني دمعته تنزل منه او كده عمل ايه في رمضان اصلا بعد ما وقف على الكوره وانت بتتكلم بقى ان قبل الماتش دموع وضغطه والكلام ده كله طبعًا طبعًا اكيد التصرف ده كمان حتى سيناريو الماتش نفسه وانت بتتكلم 1-0 وللزمالك وتيجي ضربه جزاء قبل ما الشوط يخلص الكهرباء ضيعها وترجع بضربه جزاء ليك اللي انت يعني لو كان كهرباء جاب جون ده 2-0 لا غير الموضوع كان هيبقى مختلف تماما كانت هتبقى سنه يعني كارثيه بمعنى يعني انت البطوله دي يعني اللي هي ايه خدت نفس بس اللي هو بسيط كمان مش اللي هو يعني ايه لا اللي انت عارف النادي الاهلي ما فيش بطوله بيخش فيها الا هي دي بطوله النادي الاهلي عمل ايه في رمضان ما قلتليش لا طبعا الموقف محدش كان عارف ان رمضان هيقف على الكوره خالص والله يعني خالص انا حتى كانت في ناس مش ما تعرفش ايه اللي حصل فجاه الدنيا شبكت في بعض وحتى الحكم دخل اوضه اللبس يعني ساب الملعب ودخل لقى الدنيا فالموضوع ما حدش خد باله خالص من اللي حصل يعني قليل لما الموضوع جه فجأة اللي انت اصلا ظروف الماتش يعني انا بكلمك في سيناريو الماتش من البدايه 1-0 ليهم وبعد كده ضيع ضربه جزاء وترجع وبعد كده انت ربنا كمان تكسب تجيب الثاني والثالث والموقف ده نفسه ضغطنا اكتر ان الزمالك شد جاب جون وبعد كده ضيعه وكذا جون بعدها كان قلب السيناريو الموضوع كان صعب جدا انت متخيل بحاجه زي كده انت خلاص يعني كنت الموضوع صعب بعد كده انت سألت على نفسك وركبت الماتش بقى ماتشك وفجأة تحركة زي كده تقلب الدين عليك تاني يعني كان حظنا حلو الحمد لله الماتش خلص بين طبعا كانت هتبقى مصيبة يعني فده طبعا عمل ايه فيه بقى بعد الماتش لا طبعا عنفه طبعا جامد وما ينفعش انت ما ايا كان وموقف طبعا رمضان اكيد مش مقصود خالص يعني رمضان برضو كان لسه ما فيش خبرات و اللي هي تخليه حتى توصل له اللي هو موقف زي ده لا ما ينفعش طبعا ايا كان الخصم في احترام طبعا للفرقه اللي قدامك او لزميلك اللي قدامك ايا كان بس كررها تاني وما اتعلمش من الدرس الاولاني دي بقى يعني ماليش كنتش موجود في الماتش التاني انهي ماتش لما وقف على الكوره تاني برضو كان هنا في القاهره في برج العرب لا برج العرب دي كانت الاولى في الماتش ده وبعد كده قررها في السوق موجود في الموقفين طبعا لا الموضوع طبعا اتعنف جامد طبعا وما عداش بالسهل كده وكان في وقفه من الاداره طبعا يعني دي حاجه داخليه كمان في حصلت ما اعتقدش يعني كنت متوقع ان رمضان يمشي من الاهلي ويروح بيراميدز لا طبعا صدمه طبعا يعني حتى كان كل الناس كلها بتتكلم ما كانش لا يعني كل الفرق يعني حتى انا ساعتها كنت في مش فاكر في دجله تقريبا فكل بنتكلم حتى اللعيبه عامه يعني انت عارف رمضان ان هو طالع برده وانت موجود طبعا ورمضان لعيب كبير جدا جدا برده وفرقت معايا يعني انا كنت اتمنى ان هو اكمل في الاهلي بصراحه يعني ان رمضان كان مع الاهلي كان بس الضغوط الماديه اللي تعرض ليها او تغريك لاعب ان هو ياخد ده بقى اللي انا كنت بقوله دلوقتي يعني بالنسبه لامام برده وكده هي وجهات هي بيحسبها وجهه نظره هو مستقبله هو خلاص هو قرر كده الطبيعي اللي انا كجمهور او كنادي طبيعي اللي انا ابقى زعلان وباصص لحاجات تانية واقول كلام يعني سواء حقيقي او مش حقيقي بس هو حسبها من وجهه نظره هو خلاص هو حدد مستقبله بس من تواجدك جوه النادي الاهلي في فرصه ان رمضان يرجع النادي الاهلي تاني؟ ما اقدرش اقول وما بس يعني بالنسبه سيستم النادي السيستم وكده واللي انا شفته لا ما صعب والله اعلم برضه اروح بيك بقى المنتخب الشباب احسن حارس في امم افريقيا للشباب خدت انت الموقف مش الموقف انت كنت متوقع الاول ان انت هتفوز بالجائزه دي وان انت كنتوا داخلين هدفكم على البطوله وان انت عايز تحقق رقم شخصي ليك او مجد شخصي ليك ولا كان الموضوع كله مفاجاه
انا مش يعني مش هضحك عليه مش هبقى صريح معاك، انا مش هقول اللي انا كنت متاكد ان انا هروح اخد الاحسن حارس في البطوله او اللي احنا ناخد البطوله بمعنى اصح يعني كلها عامه، بس لا احنا الحمد لله احنا تعبنا تعب واستحملنا حاجات كتير والظروف صعبه يعني لدرجه ما تتوصفش والله العظيم، لان احنا اتجمع المنتخب الوحيد اللي اتجمع قبل التصفيات بتاعته بخمس سنين وثوره والكره اتلغت، كنا احنا في الفتره دي والله العظيم يعني الفتره بتاعت ما فيش نشاط في مصر الكره واقفه كنا بنتجمع يعني احنا من نفسنا، الكابتن رباعي كان بياخد المعسكر في مشروع الهدف ما فيش كوره اصلا الدنيا كلها معسكر معسكرين والله العظيم، ونتمرن ونلم بعض ونلعب تقسيمات ومتمرن مرتين في اليوم واكل نتمرن ثلاث مرات في اليوم يعني عانينا يعني تعبنا تعب والله العظيم، والدليل على كده ان احنا ربنا يعني وفقنا في البطوله، وحتى التصفيات كانت صعبه جدا، انت بتلعب كينيا هنا في مصر اول ماتش في التصفيات 0-0 يعني في الكره انت تكسب مثلا بتاع 10-0 ولا حاجه والله العظيم بجد يعني الماتش ما فيش الامور انت عملت صعب في الامور نفسها، نروحنا كينيا هنلعب في رمضان كنا في رمضان هناك بنلعب بالنهار المفروض نلعب في ملعب معين مش هيفطر مفيش كنا بنلعب في ملعب معين رحنا غيروا الملعب قبل الماتش بيومين يعني قال لك لا احنا ودونا في ملعب طبعا افريقيا انتوا يعني مش انا اللي هتكلم واقول يعني الناس بتشوف الملعب عامله ازاي بس على الحقيقه مفيش لا وقت لبس ولا ميه ولا يعني مفيش الظروف مشيت معاكم بناء على مجهودكم مجهودنا يعني كنا بنتعب وكان يعني انت بتتكلم في ماتش هنقلك لمرحلة تانية بطولتين، انت لو ما صعدتش من المرحلة دي بطولتين راحوا منك، يعني مستقبلك خلاص بيروح، انت البطولتين دول هتلعب كاس امم وكاس عالم يعني نقلة تانية في حياتك طبعا وحدث كبير جدا. فالامور احنا ربنا كرم مش عارف كان معانا رامي وصالح كانوا مع المنتخب الاولمبي ساعتها كان مع الكابتن هاني رمزي. كان جيل كبير محمود متولي رامي ربيعه كان موجود صالح وياسر ابراهيم واحمد حسن كوكا وعمر بسام ورفعت وكهربا وورده وانت وتريزيجيه كان معاكوا اه طبعا لا الجنجيل طب انا بقى عايز اسالك سؤال كده يعني بره شويه صالح جمعه وعمر ورده وكهربا ورفعت واحمد سمير كابتن ربيع يعني كان بيقدر على دول ازاي كابتن ربيع يعني عايز اقول وانت لا والله كابتن ما انت يعني بره الكوره انت مصيبه كابتن ربيع والله يعني كابتن ربيع بنقى ليه الجنه الجيل ده والله العظيم الكابتن ربيع على المستوى الاخلاقي والتدين والكلام ده يعني انا مهما اتكلم على كابتن ربيع مش هقدر افرح كان بيتعامل ازاي مع دول والله انا يعني كان ربنا بيعينه علينا بصراحه يعني يعني كابتن ربيع ربنا كان بيعينه علينا بصراحه يعني كان مواقف كتير بس هو كان كابتن ربيع بيتعامل معانا كأب يعني كان بيعرف يتعامل مع عقليه كل واحد بالاحتواء كان في اوقات بيعنفنا طبعا فيها بس كان كابتن ربيع عارف عقليه كل واحد وبيتعامل معاه يعني عارف عبد الرحمن لوش حاجه ما بتعامل معاه من المنطلق ده انا عارف دماغه دول مع كابتن ربيع دونت ميكس خالص اه طبعا يعني كابتن ربيع حتى انت لو سالته يعني كابتن ربيع اقول لك انا مش عارف انا الامور مش ايه الموقف اللي انتوا كلكم استغربتوه من كابتن ربيع وهو بيتعامل معاكم بقى او مع اللعيبه دي او موقف حصل في ماتش او في اوضه اللبس او الله يكون في عونه يعني كابتن ربيع كان يعني بيتاثر قوي قوي بحته الوطن وكده يعني كابتن ربيع والله العظيم بجد انا ما شفتش حد كان يمشي يعني ورده لا ده وشة ورده مثلا بتاع 800 مره يعني لو والله العظيم بجد يعني لو حد تاني غير ما ده اللي انا بتكلم فيه اللي هو بيتعامل معانا كأب يعني لو حد تاني غير الكابتن ربيع في المواقف دي مع كذا لعيب ويعني يمكن ورده عشان له مواقف كتير وكده بس الكابتن ربيع والله العظيم لو حد تاني غيره لا الموضوع كان مفيش مين اصعب لعيب فيهم ورده ولا صالح ولا كهربا ولا رفعت لا ورده طبعا جنن كابتن ربيع ورده مشكله مع انه يعني برضه ده من ضمن اللعيبه اللي الواحد يعني حزين عليها بصراحه والله العظيم يعني انت لعيب بالامكانيات دي وبالموهبه دي يعني تعمل حاجات مش مفهومه خالص يعني الموضوع صعب عمل ايه معاكم كابتن ربيع في اوضه اللبس في ماتش نيجيريا لا كابتن ربيع طبعا الماتش ده غريب يعني انت بتلعب نيجيريا قبل النهائي والموضوع المضغوطين طول الماتش يعني الماتش ده مضغوطين بطريقه احداث الماتش صعبه يعني حتى بين الشوطين
خرج رايح رفعت ونزل كهربا حتى كهربا نزل جاب جونين. عملوها ازاي اللي حصل بقى؟ لا كابتن ربيع طبعا رفعت طبعا ما بحبش يطلع من الملعب، ورفعت لعيب كبير طبعا وما بحبش، هو بيحب مش عارفش حد بيحب يطلع من الملعب، بس هو رفعت يعني ايه بتأثر شويه لو طلع، بس فحصل تغيير قال رفعت هيريح وكهربا ينزل، بس فحصل ايه اللي حصل؟ مشدد كده ده هو بيبص للكابتن ربيع، الكابتن ربيع بص له كده يعني كابتن اصلا مضغوط، فبقول له انت بتبص لي مش عاجبك انت هتخرج بس، فحدفه بالازازه كده. انما الكابتن ربيع طبعا رفعت بيحب رفعت جدا وبيحب لعيبته جدا وبيحافظ عليها وبيساعد اللعبه بتاعته بكل السبل، يعني ما لو في حاجه شخصيه في حاجه في بره الكوره او بره البتاع لا كان قريب مننا جدا طبعا. نفك شويه بقى، نفك فك كده ونضحك شويه. يلا يا عم جاهز؟ جاهز. نروح للفقره الثانيه مع مصعد عوض. الفقره دي هسالك سؤالين تمام وهحط لك الورق وهتختار وهترفع توري للناس تمام، انت واحساسك بقى هنعرف اذا كنت بتكذب ولا بتقول الحقيقه، وطبعا الفقره دي لايت يعني هزار تمام. ماشي، بتحب السهر ولا النوم؟ انا لا ده ولا ده، ما بتنامش ايه شبح؟ والله نفسي انام والله العظيم، ممكن افضل قاعد لحد الصبح يعني قاعد في السرير بس مش عارف انام بفكر كتير يعني. هي بتحب ايه ما يا السهر يا النوم؟ انا بقولك نفسي انام وفي نفس طب ارفع ورقه من الاثنين اهو محطوطين قدامك دي ايه؟ امسكها بايدك الاثنين وريها للناس كده اه، بس حطها بقى دي ايه؟ هتعرف في الاخر ملتزم ولا خاربها؟ ما نزلتش من بيتنا. مش مصدقك مش عارف ايه بس ماشي. ارفع ورقه مش شايف والله، ارفع ورقه هم الاثنين هم محطوطين، شد واحده فيهم اي واحده فيهم ما هو ده ايوه شد لا ايوه كده كده بنت ولا بنت أيوة. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ ولا حتى ساحل العاج ولا كوبري الساحل ولا كوبري الساحل والله ما بتسافرش خالص؟ لا بسافر بس مش الساحل والحاجات دي، انا يعني لو هتروح في حته تروح الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ لا اروح الغردقه. لا هتختار حاجه من الاثنين، غردقه ايه؟ هاخد دي بقى اعتبر دي ايه؟ اه هتروح ده لوحدك ولا معاك حد؟ لا انا ما بروحش حته من غير مرات وعيالي. طب شيل شيل دي؟ شيل دي شوف بقى اختياراتك. الساحل الشرير؟ تروح الساحل الشرير. لا هروح اروح انا ومرات وعيالي. ملتزم. طب الحمد تحب لله. النوم. طب الحمد لله. جاهز بقى للفقره الثالثه؟ اقلع ده ولا لسه؟ لا تقلعها خلاص بقى تفضل لابسها. انت كده عايز تنام. تاخد بقى الفقره الاخيره اختيارات سريعه. ماشي. جاهز؟ ان شاء الله. نروح للفقره الثالثه مع مصعد عوض. جاهز للأسئلة السريعة؟ يلا بينا. نانسي عجرم ولا هيفاء وهبي؟ هيفاء. غادة عبد الرازي ولا رانيا يوسف؟ رانيا. الحضري ولا الشناوي؟ الاثنين. لا واحد ما تفكرش واحد هتختار واحد. حضري. عبد الواحد ولا عبد المنصف؟ واحد بسرعة. كابتن قوس عشان اتلعبت معاه. شوبير ولا كرومي؟ أنا ما حضرتهمش. يعني بتتفرج عليهم اختار واحد. والله ما حضرتهمش قوي، أنا بتفرج في الأفلام القديمة. يعني ماشي في الأفلام. كابتن كرومي. شفتش كابتن شوبير وهو بيلعب. رامز جلال ولا كهربا؟ لا كهربا. رايح منه اكتر؟ اه لا مش رايح منه اكتر بس كهربا يعني اللي رافع احسن ما يعرفوش. شيكو ولا سعد سمير؟ مين دمه خفيف؟ سعد. سعد سمير. احمد عز ولا صالح جمعه؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ الوسامه ولا من ناحيه ايه؟ الجن. الجن؟ لا صالح جمعه طبعا. اسر ياسين ولا شريف اكرامي؟ لا اكرامي انا بحب شريف طبعا. شياكه ها؟ انا بحب شريف طبعا. خالد النبوي ولا عبد الله السعيد؟ بودي. عبد الله الدون. اه يا عم اشيك لعيب في مصر طبعا. حمايه ولا عمرو دياب؟ عمرو دياب. احمد السقا ولا شريف عبد الفضيل؟ في الاكشن شريف عبد الفضيل. سوبلكس. شريف عبد الفضيل. احمد حلمي ولا باسم علي؟ فراشه. فراشه دمه اخف طبعا. باسم جميل. منى زكي ولا ياسمين عبد العزيز؟ ياسمين عبد العزيز. هنيدي ولا حسام عرفات؟ حسام عرفات طبعا ملوش حل. اه ربنا يهديه. ده سطلانه ولا سمعت كلامكوا عني؟ سمعت كلامكوا عني. واحده بقى. واحده ايه؟ ودي الرضا بسرعه بسرعه مفيش وقت بسرعه. سمعت كلامكوا عني. سمعت كلامكوا عني. ايه بقى طلع ايه؟ طلع خير ان شاء الله يعني. هتغنيه؟ اغني ايه يا عم؟ ما اعرفش اغني والله. يعني كله بيجي يغني. كله بيجي يغني هندندنها يلا. ما اعرفش اغني. سمعت كلامكوا عني. قال لك لو ما جيتش معايا في الخرسانه مش هتروح مش هتيجي وهي على المحاره. حرك شفايفك عشان مش شايف. ياسمين صبري ولا غادة عادل؟ ياسمين صبري ولا غادة عادل؟
غير عادل. مو صلاح ولا محمد صلاح؟ مو صلاح. اشمعنى؟ مو صلاح شاب انجليزي. حسام غالي ولا كريم عبد العزيز؟ انا بحب الاثنين، حسام غالي طبعا. عبد الملك زرزور ولا ابراهيم الابيض؟ عبد الملك زرزور، حد اللي شوفه حاجة. حسام البدري ولا ربيع ياسين؟ الله الاثنين. واختار واحد. الاثنين. واحد. عشان السؤال اللي جاي اصعب مش هتقول فيه الاثنين، اختار واحد. لا الاثنين طبعا يعني اتمرنت معاهم. واحد اختيارات سريعة مش هنحكي. كابتن ربيع. فيفي عبده ولا هياتي؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. واحد. يلا عشان ده اخر حاجة. يا عم كفاية. لا اخر واحدة. بسرعة بسرعة يلا مفيش وقت. هياتي. شكرا. الله يرحمها. ان شاء الله الحلقة دي تعدي على خير معاك. ان شاء الله. نورتني وشرفتني يا مسعد حبيبي عبد، ونتمنى كده ان تكون حلقه خفيفه عليك وعلى الناس وتكون اتبسطت معانا ان شاء الله باذن الله.